عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده ان شاء الله وفي صحه جيده وكل شيء لاباس عليكم. المهم اليوم نهار جديد، غبرت شحال هادي ما حطيت شي فيديو ملي اخر واحد هذاك اللي كنت جيت من ملي رجعت للبلاد، رجعت زعما لنيوزيلند. المهم ما قدرتش نصور حتى شي حاجه حيتاش كانت الروينه، حيتاش تحولت من واحد المدينه اللي كنت عايشه فيها، ديك المدينه سميتها نالس اللي كنت عايشه فيها شحال هادي، ديسيدينا باش نبدلو المدينه، فجينا لواحد المدينه اخرى وصافي، وخصنا نقلبوا على الكرا وخصنا نقلبوا نشريوا الاتات وداكشي كامل. المهم داكشي علاش تربجت، ما عنديش الوقت، واختكم راكم عارفين الناس اللي مضربين مع الرحيل، شري هادي شري هادي، جرينا جرينا، فما كانش عندي بزاف ديال الوقت باش نقدر نصور وصافي هادشي اللي كاين. المهم اليوم لقيت شويه ديال الوقت، مشيت حطيت زينه في لاكريش، بعدا لقينا ليها واحد لاكريش زوينه دابا نبارطاجيها معكم. المهم ديال المسلمين، في هذاك الديكور ديال المسجد داكشي زويون. ايوا صافي، وقلت وكان عندي الغونديفو عند الطبيب، ودابا قلت نمشي ما معايا حتى شي واحد. ياي عرفتي فاش ما كيكونوش معاك البراش؟ يا سلام، سيرتو هذيك العزبه ديالي تبارك الله كتكبر وكتزاد الشطون ديالها كيتزاد وما كتقعدش. ايوا صافي، المهم حطيناها في لاكريش وخمس كيلو ضربها شويه البرد، وقلت نخرج نمشي ندير شويه ديال المشتريات وغادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. ما تزبيوش، خليكم معايا. جايبه الرحيل ديالي، هانت يا اختي. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال جيده ان شاء الله وبصحه جيده. نجلس بحال هكا احسن باش نرتاح مع اختكم مع الكريشه، ما كنقدرش نجلس خاصك شي طريقه بقدر باش تجلسي. المهم نبغيش ندور عليكم بزاف، كما قلت لكم كنت مشيت حطيت زينه في لاكريش، ومن بعد مشيت لعند الطبيب، ومن بعد المهم مشيت درت شي شوبين وصافي، وجيت للدار وعييت صافي ما قديتش مازال نصور كنهد. المهم ما قديتش مازال نصور وصافي، ظلام عندنا الحال دغيا حيتاش حنا دابا عندنا شوفوا دابا حنا عندنا الوحده وسط النهار زعما، وكاينه الضبابه، يعني الا جيت بالليل ما نقدرش تنصور حيتاش كاينه الليل كطيح الشميشه، كتغرب الشميشه مع معاش نقول لكم مع الخمسه تقريبا. ايوا المهم كما قلت لكم غادي نشارك معكم المشتريات اللي شريت، وكما ما عرفتش واش كاين الناس كيعرفوا ولا لا. المهم قرابي ليا وديجا كنبان في التصاور غلاضيت بزاف، يعني يا المهم كما قلت لكم في واحد الفيديو واحد اخر، عرفتي الواحد فاش ما كيبقاش يصور شحال هادي كينسى عليه كيفاش يبدا العلاقه ديالو مع الكاميرا كتمشي. المهم خليك معايا الكاميرا، خلي العلاقه ديالنا مزيانه. المهم قلت لكم غلاضيت حيتاش خرج فيا سكر الحمل، مشكيت عليكم مشكيتش على الحملات وبيخرج فيهم سكر الحمل. ايوا صافي، المهم داكشي علاش مشيت عند الطبيب وعطاولي شي نمط نظام غذائي اللي خصني نمشي عليه، والسكر ما تاكليش ديفينيتيفمون. المهم غادي نهضروا على هذا الموضوع واحد اخر، كتبوا لي في الكومونتير الا بغيتوا تعرفوا كيفاش كيطرا هاد سكر الحمل وكيفاش كيفاش تقدروا تعالجوه. انا مازال ما عالجتوش، المهم في طور باش نعالجو. المهم ما نحرقش لكم المراحل، ندخل في واحد الموضوع لواحد الموضوع واحد اخر، خلينا في الموضوع ديال المشتريات. كما قلت لكم هذا هو الشهر ديالي، كنتسنى في اي وقت نمشي باش نجيب البيبي ديالي ان شاء الله. وصافي، وقلت زعما
نمشيو نديرو شويه ديال الشوبينغ. حنا عندنا ميد وايف هي اللي كتكلف بك هنايا ساجفام اللي كيقولوا ليها. المهم كتمشي للطبيب النهار الاول فاش كتعرفي بانك حامله، ومن بعد كيقول لك قلبي على شي ميد وايف اللي تبقى معاك وصافي هادشي اللي كاين. المهم مشيت شفت الميد وايف وعطات لي هاد الكناش هاد الكتيب. المهم كدير فيه دي ديتاي ديال داكشي كامل لي سكان وداكشي اللي درتي، وميم طون فيه الحوايج اللي خاصك تجيبي معاك. فكيقولوا لك جيبي معاك هاد الليست هادي. المهم فيها زعما داكشي اللي خاصك تجيبي، ما تجيبيش كثر الشراوط، ما كيقولوش لك جيبي كثر الشراوط داكشي وصافي. المهم انا غادي نشارك معكم المشتريات هما الاولى، وميم طون غادي نشوف واش غادي نديو معانا لان الحقيبه ديال السفر سفر ني هذا او صافي. المهم باش غادي نبداو بالحوايج ديال البيبي احسن. ديجا خويتهم ودرتهم في هاد لاباليز هادي حيتاش مكيعجبنيش نبقى معرمة عليا شنو كنقولي كثرت معرمة عليا شنو هذا على بالله مشيت الراشين دوك لي ساشي ديالهم. فهادشي كامل خاصو يتصبر، قلت نوري عليكم قبل ما نصبروه. المهم خدينا هادي سهلة دغيا كتحل من هنايا، عرفتي مع التبدال وداكشي والفياق بالليل وسخيخنا حيتاش حنا عندنا البرد، خاصك شي حاجة لي دغيا تقدري تحليها وتسديها ويرتاح فيها البيبي. بيجامة انا بصراحة ما كنشريش حتى زينة، فاش تزادت ما كنتش كنشري لها دوك لي اوتفيت زعما القميجة والسروال وداكشي. الشهور الاولين ديما كنلبس ليها غير شي حاجه بحال هكا. المهم خديت فيها هذا اللون الازرق ما عرفتش كيبان لكم، وخديت نفسه تقريبا في هذا الكاروتس هذا الفيجيز زوين ولا كيوت. تا هو سخون نفس لا ماتير كما قلت لكم عندنا البرد. وهذا المهم مشيت كيلت هذا زويون، هذا ما سخونش بزاف حيتاش دي فوا كيكون كنشعلو هذاك السخان باش كيقولوا ليه الهيتا كان يعني كتكون الدنيا سخونه في الدار ماشي ضروري داكشي كله سخون. صافي وخديت هذا لونسومبل هذا كيكون هذا التحتيه كتلبسيها من التحت زعما هو السروال ديالو. هادو مصنوعين من الصوف يعني كيكونوا سخانين بزاف كما قلت لكم احنا عندنا البرد والقارس. هذا واحد انصومبل واحد اخر كيجي مع التويقيه ديالو كاين شي وحدين خديتهم من فارماس زعما ديك فارماس كيبيعوا داكشي كاليتي زوين هذوك اللي وريت لكم الوالا، وحدين خديتهم من واحد المكازا سميتها كي مارت عندنا حنا هنا بحال قلتو بريمارك فلوروب ولكن هذه سميتها كي مارت. بصراحه زوين سخون ديال الصوف، واخا زعما كيقولوا لك زعما داكشي كاليتي ماشي حتى ليه ولكن انا ما عجبنيش في لا كاليتي زويون بزاف ديال الناس كيشريو منه حيتاش في جميع الاحوال هو غادي يكبر ان شاء الله دغيا و الا كتشري داكشي غالي كيمشي زعما ماشي خساره فيه ولكن الدراري الصغار دغيا كيكبروا يعني مازال تشري حتى زينه راه باقي دغيا كتكبر. المهم ما كثرش عليكم الهضره، هذا واحد اخر فيه الحيوانات وكيجي مع طويقيه ديالو وهذا الفوقاني ديالو اونصوبل حتى هو حتى هذا جو كوا من كيمار حتى هذا من كيمار. ايوا شرينا هاد سويتشيرت، شوفوا لي على سويتشيرت كاينين شي وحدين خديت فيهم ثلاثه الزيروات وهادو خديت فيهم جوج الزيروات.
زيادة 3 شهور، وهذا تقول لك زعما 3.0 واط من شهرين، باردون من 3 شهور ل 6 شهور. ولكن ما عرفتش حيتاش كيقولوا لك زعما هاد سكر الحمل فاش كيكون فيه كيكون البيبي شويه كبير، ف يا ولكن عاوتاني جو كوا با واش غادي يكون كبير اللي غادي يلبس هذا. المهم ماشي مشكل، حنايا شريناه راه غادي يكبر غادي يلبسو من بعد. خدينا ليه مع هاد السريويل، شوفوا شوفوا ليا شوفوا بحال هكا احسن. هانتوما السريويل والسويتشر ديالو، وخديت ليه حتى هاد السريويل تاعو عجبني، كونفور كيبان واسع من جهه الكوش هنايا، تشينو ستايل. شوفوا ليا شوفوا ليا لزاز. هذا واحد لونسوم لواحد اخر، سويتشيرت مع السريويل ديالو. المهم قلنا نبدلو شويه، هما كلهم كيجيو لي بحال دي بيجاما، ولكن هذاك الفوق والتحت، وهذا زعما وهذا البيجامات وهذا زعما الفوق والتحت. المهم زويون، هادشي كامل خاصو يتصبن قبل ما يمشي، قلت نصور قبل ما ننسى عاوتاني. هذا بريسك نفس الموديل غير في لون مختلف، شوفوا هادشي كيوت زويون زويون. هاد الحوايج ديال الدراري الصغار صافي. وهادو قشرات نيو بورن قشرات يا خيتي، شوفوا شوفوا لي على القشرات. شوفوا هاد الباب كيجي فيه جوج ثلاثة، هذا وهادو واحدين اخرين فيهم غير جوج قشرات زورق، كلشي زرق زعما راه عندنا بيبي بوي صافي. وهادي فوطة فوطة فوطة، واخا هما في نص بيطاك فاش كيدوشو لي كيقولو لك زعما نستعملو الفوطة ديالنا حيتاش غادي ترول الفوطة ديالك، و يا وغادي خصك ترضيها في شي ميكا باش تصبن وهذا. فمهم انا خديتها كما قلت لكم، شريت هادشي مازال قبل ما نقرا الكتاب، قبل ما نقرا داكشي اللي قالوا لي جيبيه، بغيت نشوف واش كاين فيها فوطة للبيبي. لا ما فيهاش فوطة للبيبي. المهم حنا غادي نستعملوها، خلينا نحلوها ونشوفو كي دايره بعدا. في نص البيطار ما قالوش جيبي الفوطه، مكتوباش تما هي الفوطه تجيبيها، ولكن حنا غادي نحتاجو الفوطه فاش غادي يجي، راه غادي يخصو يدوش على الاقل يوميا. هاد الدراري بيبي خاصك دوشي ليهم بالليل باش كينعسو ليك الا بغيتيهم ينعسو. ها هي الفوطة زوينة، رطيبة شوية، فيها القبية هنا باش يدير راسو، ها نتوما وكبيرة هي الفوطة. بلاتي نشوف بعدا واش هاد الكاميرا كتصور، حيتاش واحد النهار حطيت هاد لاكام كتصور وتفاجئ بأنها ما كانتش كتصور، ما تقطعوش يا المهم مشيت طليت واش الكاميرا خدامه ولا لا، ساعه خدامه صافي. كما قلت لكم خديت هذا حتى هو، هذا عباره على القماط، يولي القماط يا هذا القماط شو تجبد بعدا شوية القماط باش نقمطو البيبي، كاين في لاليست هنايا يا هذا القماط ديالو باش نقمطو. واخا هما فاش واخا هما كيقمطو عندهم القماط، ولكن المهم ديت القماط ديالي انايا حتى شنو مكتوب تمايا.
المهم انا غنحتاجو اصلا حيت شي حوايج زينا كلهم عطيتهم، ما عندي حتى شي حاجه ديالها. وهذه هذه البلانكيت، شوفوا لي على زوينه زوينه انا بلو فيها لي ستراس. شوف المهم هذه رطيت با باش نغطيوه باش يخرج ولف نسبيطار نيت حيتاش غادي نجلس يومين ان شاء الله، هادشي اللي قالوا. وخدينا ليه هاد لي سينغليت اللي ديال التحت، شحال من زيرو هادي ما عرفتش الزيروات، يمكن لا ثلاثة الزيروات او جوج، انا غيكون كبير هادشي. هادو هاد الباكية فيها خمسة خمسة ديال هادو التحتانية اللي كتلبسو لتحت، واخا هدا يمكن غيجي كبير مي ماشي مشكل، غنمشي نقدر نمشي نشري واحد اخر اللي فيه ثلاثة الزيروات، حيتاش بداو كيقولو ليا سكر الحامل البيبي غيكون كبير معرفتش. المهم هادو دوك الفويطيات صغاري، هادو غنحتاجهم في الدار جو كخوا با، واش غنحتاجهم واش غنديرهم معايا. هاد الفويطيات الصغارين باش تقدري تمسحي ليه نورمالمون، هادو فاش كدوشي كديري فيهم الصابون وداكشي، ولكن انا عندي ديجا هادي، هادي جبتها معايا من المانيا، هاد لا مارك ديال الالمان. الناس ديال الالمان هي واحد ميني شامبو ولا هذا ميني شامبو مهم. المهم كما قلت لكم هادو خديتهم غادي نحتاجهم في جميع الاحوال في الدار هنايا ولا لهي صافي. هذا حتى هو كما قلت لكم وخديت ليه هادو غنديهم معايا مكتوبين هنايا وايبس، خاصك تجيبيهم الوايبس والكوش بيان سور، ما مكتوبش هنايا الكوش، كيعطيو الكوش في السبيطار سواء ديال العيالات سواء ديال لي بيبي، ما مكتوبش هنايا كاع مكتوبش، ولكن انا خديت لي غادي ندي معايا شي وحدين وكاو ما تعرفي، ما عنديش الباكيه كامله، حيت الباكيه فيها 28 كوشه، ما غاديش نحتاج داكشي كامل، غادي ندي غير شويه حيت حتى انا كتبين جوج حتى ثلاثه ديال البيسات باش يبدل، وحده يخرج بها قالوا لك مع الطاقيه والصبيبات والقشرات ديال اليدين. ايوا وقالوا لك خاصك هذاك الكرسي ديال الطوموبيل كاين حتى هو، وهادو قالوا لك جيبيهم، ولكن الكوش ما قالوش جيبوه صافي. وشريت شامبون البيبي، المهم هذا كبير ما عنديش معايا، وهذا الطالك حتى هو ما عنديش معايا، وهذه المشيطه، هاد المشيطه بصراحه ديال زينه ماشي ديالو ما شريتهاش ليه، هاد المشيطه زينه فاش تزادت كانت فيها واحد القشيره هنايا ما بغاتش تحيد، ومشيت شفت في اليوتيوب لقيتهم قالوا لك شري هاد المشيطه هذه فيها بحال شي سنينات هنايين ديال السيليكون، قالوا لك ديري السيليكون ديري شي زيت ومن بعد ديري الماساج لهذيك البلاصه اللي فيها القشره ومن بعد مشطيها بهذا كتحيد، وقلت يقدر حتى هذا البيبي يكون عنده نفس الحاله ما نعرف. المهم هاد المشيطه تقدري تستعمليها، هي راه سوفت زعما رطبه ماشي قاسحه، تقدري تستعمليها حتى الا ما فيه حتى شي حاجه في راسو تقدري تستعمليها. ايوا هادشي هو جو خوا اللي شريت البيبي، الا ما نسيتش شي حاجه بغيتي نخرج هذا يا صافي، هادشي اللي شريت ليه جو خوا الا ما نسيت شي حاجه الفوق، وانايا قلت كنتقدى نتقدى نشري شي حاجه لراسي. المهم حيتاش كما قلت لكم انا فاش رجعت من المانيا ديسيدينا نجيو واحد المدينه اخرى، وفي الصراحه فاش
مشينا من ديك المدينة لألمانيا، حوايجي كان عندي بزاف ديال القش، كنت عطيتو لهداك عندنا دوك السكند هاند شوب. بعدي جا واحد النهار درت لكم واحد الفيديو، مشيت ليه كتصدق لهم دوك الحوايج، وهما تيبيعوا دوك الحوايج وكيعاونوا بهم كل واحد. بحال هادو كاينين الهلال الاحمر، كاين شحال من واحد مهم. المهم انا حوايجي كلهم حوايج زينه، ولا بلي بعدي داكشي اللي ما كنتش كنستعمل، اللي ما كنتش غادي ندي معايا حطيته تمايا. ايوا صافي. المهم خلاصه القول، ما عنديش بينوار سخون. ايوا مشينا شرينا هاد البينوار، لقيتهم دايرين فيه تتاخدي واحد بالثمن وتتاخدي شي حاجه اخرى بالنص الثمن ديالها. وصافي وخديت هادو من ديك فارماس، كاين عندنا هنا واحد المحل سميتو فارماس كيبيع داكشي زوين كاليتي زويون. خديت عندهم هذا في البلو، دارو كيما قلت لكم دارو فيه هاد زعما تاخذ هذا الثمن ديالو وتاخذ شي حاجه اخرى من نفس الجروب زعما من داكشي ديال البيجامات وداكشي بنفس نص الثمن. صافي وخديت هاد البيجامه، السروال ديالها واسع ومريح جدا، وهذا اللوغو ديالو، واخا نورمالمون كاتبين هنايا جيبي شي حاجه اللي كتحل من هنايا زعما على قبل الرضاعه، ولكن ماشي مشكل. المهم نشريو شي حاجه اخرى اللي كتحل من القدام، فلقيت عندهم حتى شي حاجه كتحل، هذاك الشيء اللي عندهم كيتحل من القدام ما عجبنيش. وخديت تقاشر، هذا تقاشر حيتاش عندي قدر ميشي كاين البرد، خاصك تلبس حوايجك. هذا تقاشر، خدينا تقاشر وديت معايا واحد الفويطه ديالي، هذه شوفوا فويطه من تركيا. هذه السنه فاش مشيت لالمانيا، مشيت عند عقوستي. شوفوا هذا الشيء ديال التواركا، فيه الزواق الدونتيلو. صافي عطات لي هاد الفويطه هادي، قالت لي زعما استعمليها، قلت لها واخا، وعطات لي معاهم هاد التقيشرات مصنوعين باليد. شي واحد طايعيط خليك ما تقطعوش. المهم قلت لكم هادو سخانين ديال الصوف ديال طوارك، داكشي ديال طوارك عطاتني فيهم جوج. دابا نقدر ندير لكم شي فيديو، نقول ندير لكم شنو شريت وشنو جبت من المانيا. صافي وهادو لي سوتيان غورج ديال الحاملات، باش ديال الرضاعه زعما يتحلوا من هنايا باش تقدر ترضع. وهادو خديت دي جوج دي باردورات، واحد بيض واحد كحل، تا هما كيتحلوا من هنايا ديال الرضاعه، الرام ديال الشراوط. او صافي هادشي اللي كاين. المهم هادو ملابس الداخليه، غنحتاج نوري لكم داكشي. وهادي واحد البيجامه عطاتها ليا عبوستي، شتي هذيك تحل من هنايا، كتجيب السروال ديالها، هو السروال ديالها سخيفنا حتى هي سخونه. شوفوا عطات لي هاد البيجامه. شوفوا اللون، شوفوا باش ما تقولوش حماتي ما واعرش. شوفوا اللون ديال هادي اسورتي زعما جاي مع التقيشرات وجاي مع الزيف. شوفوا الزيف، حتى الزيف نفس اللون، نفس زعما الماتشين، الالوان متناسقه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. وهاد لا خديت هادو حيتاش خاصك تاخد شي حاجه معاك تلبسها تكون مريحه. هادو خديتهم حتى هما غير من كيمات، ما عرفت يمكن شي 9 ديال الدولار، زويونين مريحين وسخاخنين. وصافي هادشي اللي كاين. المهم انا قلت لكم كنت جمعت شي حاجه في لافاليز، وهادو خديت هادي معايا هاد السنطه باش كنجمع بها الكرش، فاش زادت زينه درتها باش جمعت بها كرشي. بغيت زادت الغد ليه درتها، حيتاش ديك القابله قالت لي لا ما ديريهاش
في نهار واحد اش خصنا نبقاو نجيو ونضغطوا ونشوفوا ما عرفتش غنشوف. المهم قالت لي لا. المهم خديت فيها جوج واخا انا استعملت هذيك الكحله صافي. هادشي اللي كاين وخدينا ديالنا حتى حنايا الكبار كما قلت لكم ديكوش كيعطيوهم في السبيطار للدراري البيبي والام حتى هي على كل سبيطار شكل. او خديت هاد الزيت زيت الخزامه حيت فاش جيت من المغرب جبت معايا الخزامه ولكن فاش دخلت لنيوزيلاند ما خلاونيش ندخلها ما عرفتش علاش قالوا لي لا. الخزامه لاحوا لي الخزامه وحب رشاد والسانوج وخوا ولكن السانوج لقيتو غير مازال ما ساليتش باش نمشي نشوف شي عندنا هذوك الهنود هنايا محلات الهنود كيبيعوا كلشي اصلا ما عرفتش جايبه داكشي حتى انا متقلبي ولكن ماشي مشكل. المهم هنايا جبت معايا واحد الشكاره ديالي درت فيها شويه ديال والو غير غوج اليف وحلوها حنايا اش كدير. المهم فيها غوج اليف ودي لانجي ديال الوجه وديودورون خديت هذا حيت كيقولوا لك ما تجيبيش شي حاجه شي ديودورون قاسح حيت البيبي ما كيقدرش يعرفك مازال يعني دوك العيالات اللي كيمشيو يولدوا كيديروا الريحه بش 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 الريحه وداكشي قال لك لا هذاكشي ممنوع حيت البيبي كيبقى يبكي ما كيعرفكش ما كيعرفش شكون انت. صافي وخدينا الشيتا باش نديروا الفراجو وشويه الفراجو واحد لونتي ساغن باش ما عرفتيش المهم الا زاروني الناس بان باش كنخلع او ميم طون الا درنا شي تصاور بانوا زوينين شويه في التصاور بانوا شويه مقادي. صافي واحده اخرى واحد البوشيت واحد اخر درت فيه جيل دوش وهذا واحد الكريم لا مارك ديال فرار ديال ارغان دابا نهضر لكم على هاد لا مارك. وهذا ديال الوجه باش كنغسل وجهي كنغسلو بهذا ديال فرار حتى هو ودونتيفريس وشيتا ديال سنان وديت المبرد ديت المبرد هاد المبرد سكرون البيبي باش نبرد ليه الضفار حيت فاش كيتزادو كيكون عندهم الضفار ما كنقطعش ليهم راه الضفار انا غير كنبردهم صافي دغيا كيتكيتو. صافي هادشي اللي كان عندي في هاد البوشيطه هادي حيتاش مكتوبه هنايا قالوا لك جيبي معاك بادي واش توت براش توت بيست قالوا لك جيبيهم معاك ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم نقدر ندير لكم شي فيديو واحد اخر باش الى جاب الله بدلت شي حاجه في هادشي نوري لكم الحقيبه ديال ديالي غادي معايا غير هادي بارك عليا انا ما عنديش عليا ندي ديك طقطش هادشي كامل ما غاديش ندي هادشي غير مشتريات وصافي غادي ندي هاد البليزه هادي ما كبيراش ما صغيره المهم موين واحد النص غندير فيها حوايجي واحد النص غندير فيها الحوايج ديال البيبي. السلام عليكم لازم صحة وسلامة ولا يفكنا على خير ولا يفك جميع الحملات ان شاء الله ونتمنى ما نطولش عليكم في هذا الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير الا بغيتو نهضر لكم على هاد سكر الحمل والتجربة ديالي معاه واخا انا باقا خدامة كنشوف راسي كيفاش غادي نسالي معاه و ميم طون قولوا لي الا بغيتو ندير لكم تجهيز حقيبه الولاده حتى هي وهادشي اللي كاين واخا انا ديجا قلت لكم داكشي اللي قالوا لك جيبيه يعني ما غنحتاجش ندير هذاك الفيديو وهادشي اللي كاين. المهم ما نطولش عليكم خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ما تنساونيش بالدعوات ديالكم.